السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. ليس لدى الملاحدة إلا الهروب إلى الغيبيات علشان يبرروا الإلحاد. ما يعرفش الملحد يبرر إلحاده إلا لما يهرب إلى الإيمان ببعض الغيبيات. عندما تواجه الملحد بالثوابت الفيزيائية والحدود الحرجة التي تحكم كوننا، بيفترض الملحد وجود أكثر من كون. عندما تواجه الملحد بفشل إثبات نظرية التطور على المستوى الأحفوري، ما عندناش في الأحافير التدرج المتوقع، بيفترض الملحد حاجة اسمها بانكتويتد إيكوليبريم، التوازن المتقطع، النظرية اللي عملها ستيفن جي جولد التطوري اللا أدري الشهير عندما فشل أحفوريا في إثبات التدرج المتوقع للنظرية. لما تواجه الملحد بفشل المادية في تفسير بعض الظواهر، بيفترض الملحد حاجة اسمها موديل ديبندنت رياليزم اللي اتكلم عنها ستيفن هوكينج في كتابه الأخير جراند ديزاين. كل النظريات دي هي غيبيات ليس عليها أي دليل ولا أثر إلا فقط تبرير الإلحاد. الملاحدة بيفترضوا إن الكون عبثي، على الرغم من أن العلم بينطلق من مقدمة أن الكون متناغم. الكون يسير وفق قوانين مدهشة وفيزياء ثابتة. بيفترضوا أزلية المادة، على الرغم من أننا علمياً يستحيل أن نتجاوز جدران بلانك 10^43 ثانية من عمر الكون قبل هذه اللحظة. يستحيل علمياً أن تعرف ماذا كان يجري. دي اسمها جدران بلانك الفيزيائية التي يستحيل علمياً اختراقها. بيفترضوا إن الحياة على الأرض زرعتها كائنات فضائية أخرى. عندما واجهوا التشفير الجيني المدهش، كل كائن حي داخل كل خلية من خلاياه قاموس عملاق بيحتوي على تركيب الخلية وتركيب الأعضاء ووظائف الأعضاء. بيفترضوا إن العضو اللي إحنا لسه معرفناش وظيفته أنه بلا وظيفة، فيقطعوا على العلم عمله. إحنا أمام متحف إلحادي عملاق يمتلئ بالغيبيات فقط لتبرير الإلحاد. الفرق بين الغيب الإيماني والغيب الإلحادي أن الغيب الإيماني ينبني على أدلة عقلية، وجدانية، فطرية، إيمانية، أدلة نبوات، أدلة منتهى خبرها الحس كما سنفصل، بينما الغيب الإلحادي لا يحتوي كأدلة إلا على التخمين والفرض العبثي. الإلحاد قضية غيبية تبريرية فاشلة في مواجهة أدلة قطعية لا تنتهي. الإلحاد هو حكم سطحي كسول للغاية على أدلة عميقة ممتلئة للغاية. طبعا شريف جابر من أيام عمل حلقة كروته، حلقة سريعة ربما علشان يغطي على فضيحة الحلقة اللي فاتت اللي أنا فيها اتحديته بـ1000 دولار لو أتى بفكرة واحدة صحيحة من كل الحلقة بتاعته. التحدي في أول رابط في وصف الفيديو ده. طبعا الحلقة كلام عاطفي سخيف، لم يأتي بمعلومة علمية واحدة إلا معلومة واحدة وكالعادة خطأ. إيه يا ابني ده؟ هو ده يا ابني إيه ده؟ بيقولك إن النجوم عبارة عن زينة. ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها؟ هي دي الفايده اللي عرف يذكرها عن النجوم؟ ما يا شريف، اصل السماء مش هيكون شكلها حلو لما فيهاش زينه. ده بيسميه العلماء الفاين تيونينج يونيفرس. فاين تيونينج. اوكي، ما اسمهاش فاين تيونينج يونيفرس. الفاين تيونينج يونيفرس دي بتتكلم عن الكون المعد بعنايه، إن في قوانين فيزيائية وثوابت فيزيائية وحدود حرجة أتى بها الكون تثبت أنه منذ اللحظة الأولى وهو معد بعناية. دي الفاين تيونينج يونيفرس. إنما النظرية اللي بتتكلم عن إن النجوم في السماء عبارة عن مصابيح وعبارة عن زينة
وعبارة عن انعكاسات ضوئية لا أكثر، فدي نظرية جديدة اسمها هولوجرافيك يونيفيرس. الهولوجرافيك يونيفيرس دي اللي بتتكلم عن إن النجوم بالفعل في السماء هي عبارة عن زينة، عبارة عن انعكاسات ضوئية، مصابيح في جو السماء. نظرية حديثة أنا اتكلمت عنها في مقال كامل، المقال في تاني رابط في وصف الفيديو ده للي عايز يستفسر أكتر عن هذه النظرية. ودي أحد الأبحاث العلمية اللي نشرت مؤخرا بتؤكد أدلة جديدة على صحة هذه النظرية. أما فوق السماء يعني ده لا حد شافه ولا حد كلمه ولا حد سمعه ولا حد قابله قبل كده نهائي. حصل. يبدو والله أعلم إنه لم يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه عن موسى أيضا وكلمه ربه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كلمه ربه بغير واسطة. يعني ليه ما يكونش شيء مثلا قانون من قوانين الطبيعة؟ ليه ما يكونش مثلا كون تاني أنشأ الكون دوت؟ ليه ما نكونش إحنا جوه برنامج كمبيوتر؟ شوف في مليون احتمال. زي ما قلنا الملحد بيفترض أي تخمين غيبي لتبرير الإلحاد. أولا المخلوقات في هذا العالم هي دلائل مباشرة على الخالق العليم القدير، لأن كل شيء في هذا العالم بيحمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني كل شيء في هذا العالم بيؤدي وظيفة محددة بمنتهى الإتقان، خلق بعناية. البروتون، النيوترون، الإلكترون، البذرة، أي شيء في هذا العالم يؤدي وظيفة محددة. التعقيد هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. أنت لو شفت أي شيء معقد أمامك بتقطع أن له صانع. مثلا لو شفت اللمبة دي بتتكون من 4 مكونات، بتقطع أن لها صانع. الإنسان يتشكل من 3 مليار مكون في كل خلية من خلاياه، بيشكلوا وظائفك وأعضائك وخصائص الوظائف. لو ظننت إن اللمبة لها صانع والقاموس الذي يحتوي على 3 مليار حرف داخل كل خلية من خلاياك بلا صانع عليم حكيم، إذا هذه مشكلتك أنت. طيب إيه المانع إن اللي أوجد كوننا كون آخر، اللي أوجد كوننا قانون آخر؟ لكن هنا السؤال، من أين أتى هذا الكون الآخر؟ من أين أتى هذا القانون الآخر؟ الكون الآخر ده اللي أوجد كوننا هو التاني زينا، ممكن مفتقر، يفتقر إلى من يوجده، يحتاج إلى موجد. كذلك القانون يحتاج إلى مقنن، يحتاج إلى موجد. لو كل الموجودات ممكنة مفتقرة لن يوجد أي موجود. لو كل الموجودات مفتقرة للي أوجدها لن يوجد أي موجود، لابد من واجب وجود أول، الله سبحانه وتعالى. لو أن كوننا أوجده كون مفتقر والكون المفتقر أوجده كون مفتقر آخر إلى ما لا نهاية، لن نوجد لا نحن ولا الكون المفتقر الأول ولا الذي قبله إلى ما لا نهاية. ولذلك علماء الإسلام فهموا هذا الموضوع من مئات السنين وأجابوا الإجابة الشهيرة، قالوا التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال. التسلسل في الفاعلين يعني أنا أوجدني كون والكون أوجده كون والكون الثاني أوجده كون، تسلسل إلى ما لا نهاية. طالما أننا جميعا ممكن مفتقر، إذا لن يقع أي فعل ولن يوجد أي كون. بما أننا موجودون إذا هناك خالق واجب وجود أول سبحانه وتعالى. هو عارف يعني هو اللي جابها هو انتوا ليه بتدخلوا حاجتين في بعض؟ طب مين اللي جاب رينوس ده طيب؟ سؤال أولى ابتدائي، من الذي خلق الخالق؟ بالمناسبة إجابة السؤال اللي فات
تصلح أيضا في إجابة هذا السؤال. التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. لو أننا ممكن مفتقر، والذي أوجدنا ممكن مفتقر، وهكذا إلى ما لا نهاية، لن يظهر أي موجود. بما أننا موجودون، إذن لابد من واجب وجود أول. أضف إلى ذلك، الخالق لا تنطبق عليه قوانين مخلوقاته، لا تنطبق عليه النظم التي خلقها. هذا بديهي، وإلا لقال قائل: مين اللي طبخ الطبيخ؟ هنقول له الطباخ. هل ممكن يكمل ويقول: طيب مين اللي طبخ الطباخ؟ مين اللي دهن الدهان؟ طبعا دي أسئلة سطحية ساذجة. الخالق أوجد الزمان والمكان، وأوجد نظم السببية، وبالتالي لا نطبق هذه النظم على الخالق سبحانه. نعم، لكل موجود حادث سبب، كل شيء محدث له سبب، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لا تنطبق عليه قوانين موجوداته، فهو سبحانه أول واجب وجود، وإلا ما وجد أي شيء كما فصلنا. ايه، عشان مش مقتنع ان رينوس موجود. إنكار الخالق سبحانه جريمة عقلية وجريمة وجدانية. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مهيئين تهيئة نفسية وعقلية وبدنية ووجدانية وفطرية للعبادة، فهم في حالة صالحة للعبادة. هذا الكلام يعرفه كل أحد، هذا الكلام يعرفه كل البشر، كلنا يعلم في داخله هذه الحقيقة. هل في ملحد النهاردة يقدر ينكر إن أهم غاية في الحياة هي بحث دلائل وجود الله؟ الملحدين هم أكثر الناس حديثا عن الله، يتكلمون عن الله طوال الوقت، حتى قال زياد الرحباني: أمريكا مع السنة وروسيا مع الشيعة، أما الملحدون فلهم الله. إن أكثر الناس إلحادا لو نزلت به مصيبة فإنه لا يفكر في الأسباب المادية التي أدت إلى هذه المصيبة، وإنما يفكر فورا في الخالق معترضا. والمؤمن إذا حل به شيء فإنه يفكر في الخالق موقنا بالحكمة الإلهية ومؤمنا بالقضاء والقدر. ليه مليله؟ يعني ليه ما يديلوش الكتاب مرة واحدة بدل ما يفضل يملهوله؟ يا ولد طبعا هذه المسألة فيها معجزة لمن أحب أن يقرأها ويفكر بعقله. معلومات زي ايه؟ قال لكم ازاي تصنعوا آلة الزمن، شرح لكم القوانين اللي بتمشي على الالكترونات في السب اتوميك ليفل. آلة الزمن، متخيل أن آلة الزمن اختراع، ما يعرفش إنها وهم علمي. المهم، الدين هو جواب لسؤال آخر لا علاقة له بالعلم. العلم يعلمك كيف تأكل، كيف تشرب، ما هي أفضل السبل للسفر، للنوم، للحياة. العلم يجيب عن سؤال كيف، أما الدين فهو يجيب عن سؤال لماذا؟ لماذا نحن هنا؟ ما هي الغاية من هذه الحياة؟ الحكمة، كل أسئلة الغاية، أسئلة النشأة، الأسئلة الوجودية الكبرى، لن تجد لها جوابا إلا داخل ميدان الإيمان. عن طريق النبوات فقط تعرف غاية الحياة. أما العلم والفلسفة والفكر والمنطق وكل البحوث العلمية، لن تقدم ولو ومضة من نور في جواب سؤال وجودي واحد. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالأصل في الإنسان أنه أعمى، ولن يستطيع أن يبصر إلا بالإيمان، لن يعرف جواب الأسئلة الوجودية إلا من طريق النبوات. فالنور هبة إلهية تقترن بالإيمان، ولن تستطيع كل فلسفات العالم أن تؤسس ولو ومضة واحدة من نور. لقيت البشرية تطورت يا ابني، أنت في إيه؟ تطورت؟ هو أنت اللي مصدقة نظرية التطور؟ أصدق إيه؟ ده البيولوجي كله مبني على التطور. $1000
هدية مني لشريف جابر ولأي ملحد يأتي باسم كائن حي واحد تطور إلى كائن آخر. هدية مني لأي ملحد، بلاش كائن حي، $1000 هدية مني لأي ملحد يأتيني بورقة علمية واحدة تثبت ظهور بروتين واحد. متخيل؟ بروتين واحد وظيفي داخل أي كائن حي ظهر من خارج الحوض الجيني للنوع. اتفضل يا عم. أصلهم قرد؟ هو أنت من اللي فاكرين إن نظرية التطور بتقول الإنسان أصله قرد؟ على فكرة هنا في نكتة بتبين مدى سطحية الملحدين العرب. أي ملحد عربي بيسخر من كلمة الإنسان أصله قرد، يقول لك إحنا لا نقول بذلك. طيب أنتوا ماذا تقولوا؟ بيقول لك الإنسان والقرد بينهما سلف مشترك. طيب هذا السلف المشترك ما هو؟ هيقول لك هو نوع من القردة المنقرضة، إذن هو قرد. بيقول لك الإنسان إنسان معمول من رملة. الكلام ده غير علمي. الملاحدة دائما بيسخروا من كلمة أن الإنسان مخلوق من تراب، بيسخروا من هذا الموضوع، مع أنه إلحاديا وماديا وداروينيا الإنسان مصدره تراب، مصدره غبار نجمي كما يقول الملاحدة. لكن صراحة الملاحدة العرب سطحيين جدا. نسمع كارل سيجان، واحد من أشهر اللاأدرية في العالم، يقول أن الإنسان أصله تراب. Cosmos is also within us. We're made of star stuff. نحن مصنوعون من تراب. يعني إذا كان على التحرش فأكتر دول فيها ديانتكم ديت هي أكتر دول فيها تحرش. بس طبعا الموضوع ده دائما الملاحدة والعلمانيين بيكرروه. أعلى معدلات اغتصاب وتحرش في العالم في أكثر الدول إلحادا، ده الكلام الرسمي، لكن طبعا عارفين مصادر شريف وأمثاله. أول في الآخر عبارة عن كيمياء، كيمستري، تفاعلات كيميائية عبر ملايين السنين تحت ظروف شديدة أدت لأن يحصل تفاعلات معينة داخل الذرات أنتجت ما نسميه إحنا الحياة. أي تخمين، أي هلس، بس نبرر الإلحاد، هو ده التفكير الإلحادي. طيب النهاردة إحنا عندنا الكيمياء وعندنا الذرات أوجد لنا حياة. لما تكون المعامل النهاردة في قمة تقانتها والجامعات بينفق عليها مليارات ولا تستطيع وهي في أوج المجد العلمي أن تنتج ولو أبسط صورة من صور الحياة، ثم يفترض الملحد إن العشوائية والصدفة أوجدوا الحياة بكل تعقيدها وأوجدوا الإنسان، فإحنا بصراحة أمام مشكلة عقلية. مفيش حد جابهم، دي قوانين الطبيعة، دي قوانين الفيزيكس في كنا. ومين جاب؟ قوانين الطبيعة هي اللي جابت كل حاجة، هو ده التفسير الإلحادي. قوانين الاحتراق الداخلي داخل موتور السيارة هي اللي خلقت الموتور. أيها الملحد، لو أضفنا قوانين الاحتراق الداخلي إلى الموتور فالموتور أيضا لن يعمل، هيحتاج بنزين، ولو جمعناهم مع بعض برضو مش هيشتغل غير لما يكون فيه شرارة احتراق. الملحد بيفترض إن قوانين الاحتراق الداخلي هي اللي خلقت الموتور وخلقت البنزين وخلقت الشرارة وخلقت الطريق وخلقت السائق، هو ده الإلحاد. هل الإيمان بالخالق هو إيمان فجوات؟ يعني ما لا نعرفه ننسبه للخالق؟ هذا خطأ كارثي. الإيمان بالخالق يكون بناء على ما نعلم وليس بناء على ما نجهل. العلم المادي بيعرفني جيدا كيف تسير السيارة وكل جزئيات السيارة، لكن لن يطلعني ولو بومضة من نور على من الذي صنع السيارة. معرفة الخالق هي معرفة عقلية، وجدانية، فطرية، نقلية، رصدية، نعرفها من خلال التبصر في العلم والتفكر في التعقيد الذي شرحناه في هذه الحلقة. كل شيء في العالم يؤدي وظيفة مخصصة، إذن صنع بعناية،
عندنا أدلة لا تنتهي على إثبات الخالق العليم القدير، لكن الذي يعرفنا الخالق بما يتوافق مع العقل والفطرة والوجدان والرصد هو النبوات، طريق الأنبياء. وعشان تتأكد من صحة النبوات ومن صحة طريق الأنبياء، فالموضوع من أسهل ما يكون. إذا أتى شخص وقال أنا نبي، هذا الشخص إما أنه أصدق إنسان في هذا العالم لأنه نبي، وإما أنه أكذب إنسان لأنه بيكذب في أكبر قضية. ولا يلبس أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي، وأتى بالتوحيد، وشهد له الناس جميعا بأنه صادق، لم يعهد عليه كذب قط. قالوا له في أول يوم في بعثته: ما جربنا عليك إلا صدقا. والحديث في البخاري. وقال أبو جهل: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم. قالوا فينا السقاية، قلنا نعم. قالوا فينا الندوة، قلنا نعم. حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يحكي أنه في الجاهلية التقى بمسيلمة الكذاب، وكان صاحبا له، فقال له إن محمدا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة: وأنا أنزل علي مثلها يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. فمعرفة الصادق من الكاذب هذا أمر يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم تواترت دلائل صدقه، وأيضا تواترت دلائل تأييد الله له، أنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل الله عز وجل بما لا يحصى من الأمثلة. وأيضا تواترت معجزاته، بحيث أن النظر في كتب السيرة يجعلك تقطع بأنك أمام نبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي بأن ريحا شديدة ستهب، ونهى الناس عن القيام، فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد، وطبعا الحديث في الصحاح. أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه أربعا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بشهادة عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم لن يموتوا على فرشهم أو سواه مما يموت به الناس، والحديث في الصحاح. إحنا عندنا النهاردة 150 حديث دعا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وأجيب في نفس الوقت، أجيب في نفس اللحظة، والناس يشهدون. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم على منبره خطبة الجمعة، فدخل عليه رجل وقال: يا رسول الله، هلكت القراع، هلكت الشاء، مفيش مية، مفيش مطر. فمد يديه ودعا. في نفس هذه اللحظة قال أنس أن السماء لم تكن فيها ولا سحابة، ما أن دعا صلى الله عليه وسلم إلا وهاجت الريح وظهر السحاب، وخرج الناس بعد الجمعة يخوضون في الماء، الشوارع مليئة بالماء. فعندنا تواتر في أنه صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس بشهادة الكفار، مع تنوع الأدلة وكثرتها على صحة رسالته، مع الإخبار بالمغيبات الذي يخبر به يقع كما هو، معجزاته صلى الله عليه وسلم المادية والغيبية أكثر من 1000 بكثير، أكثر من 1000 معجزة، والعهد بها قريب، والذين نقلوها هم أصدق الناس. هؤلاء الذين نقلوا هذه المعجزات
كانوا لا يقبلون، لا يسمحون بالكذب في أقل شيء، فكيف يكذبون عليه صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما قال هو صلى الله عليه وسلم. بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم شهدها آلاف الصحابة، من أشهرها الريح التي هبت على الكفار يوم الأحزاب، كانوا يجتمعون لغزو المدينة، فعندما اجتمعوا وعسكروا شمال المدينة هبت عليهم ريح شديدة قلبت القدور ودمرت الخيام، وخرجوا هاربين في الصحراء لا يلوون على شيء. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومين اللي يقدر يحصل أدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ أنا عملت من أسابيع قليلة حلقة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ردا على أحد العلمانيين، الحلقة دي في ثالث رابط في وصف الفيديو ده. طبعا الحلقة مهمة وهي تكملة لهذه الحلقة، هديكم بس دليل واحد في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الله عز وجل أخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأخبر أنه خلق الأرض في 2 يوم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم، سورة فصلت. إذن الأرض عمرها 2/6 من عمر الكون، يعني تلت عمر الكون. النهاردة فيزيائيا الكون عمره 13.8 مليار سنة، وعمر الأرض 4.6 مليار سنة، يعني بالضبط تلت عمر الكون. هذا أحد الأدلة التي لا تنتهي على أن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أوحى بهذه الآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في كتيب صغير اسمه تخلص من إلحادك، الكتيب ده في رابع رابط في وصف الفيديو، كتيب صغير مبسط أي ملحد تعرفوه ادهوله. بالمناسبة أغلب الأسئلة اللي طرحها شريف في الحلقة دي الرد عليها في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للخير حيث كان، والسلام عليكم ورحمة الله.